إذن مشاهدي الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، الليلة كيف ما تعرفوا هي حلقة خاصة نستضاف فيها ضيوف ويحضر معنا فيها عادة الفائزين. حضر معنا بها والخطري فائز بحلقة ليلة السبت، ومختار المين فائز لكن اعتذر، حضر هون قال اعتذر، قال إنه ما يبغي يطلع على الشاشة. ومختار العلي أيضا فائز معنا، مش رقاش يقبل الجائزة نيابة عنه. نحيي مجمع سيتي مول اللي ممثله له حاضر معنا، مرحبا بك شغالي عبد الرحمن. الله يحييك. الله يحييك شغالي. الليله راح يتقدم الجوائز لبهاء الخطري، مختار اللي من روسو، المختار الميم من نواكشوط. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. فعلا الاسم الكامل هو كما أسلفت أنت في التقديم، شقالي عبد الرحمن، ممثل عن مجمع سيتي مول المعروف بسوق سيزيم. وفي البداية أشكر قناة الساحل وطاقم قناة الساحل بالنيابة عن مجمع سيتي مول. ونحن نشكرك أيضا شغالي. وحاضر إياك أن قدم جوائز للفائزين في برنامج للنجباء فقط، بالرغم أو بالإضافة إن صح التعبير من تقديمك أنت المتميز لهذا البرنامج، وهذا شيء يذكر فيشكر. وصدق الرصافي حين قال: أحب صراحتي قولا وفعلا وأكره أن أميل إلى الرياء، ولست من الذين يرون خيرا بإبقاء الحقيقة في الخفاء. إذن الشكر موصول للزميل بها الخطري اللي طبعا من الفائزين، راه مجمع سيتي مول. زميل بها شاكرك، ويستاهل والشرف العظيم أن يقدم لك هذه الجائزة. وهذه الجائزة قدمها مجمع سيتي مول، أذكرك بها وأذكر المشاهدين إحياء لشهر رمضان المبارك. طبعا الله يحييك. تفضل استاذ بها. هذه جايزة بها الخطري. شكرا. اذا بها مرحبا بك وسهلا ومبروك عليك هذه الجائزة، وتستاهل بها. تفضل نفتحوا لك قوس. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين. أنا شرفني على أني فائز في برنامج للنجباء فقط. إذا أنت نجيب. أنا ما نعرف إذا القوم بعد قالوا من فتن خلت أنني عنيت ولم أكسل ولم أتبلد. أي بلد أي بلد. غير بعد نعرف على أنه برنامج رائع تبارك الله، وتوقيته زين وملاهم ولي تبارك الله. للأمانة الشخص الناس اللي كانوا ينسب قدرة وعتنا تبارك الله على الله ما جعلنا فوق ما يظن توف. لا نختير ذيك الملاحظات اللي قلنا لكم تقبضوا بعند اعتبار ان شاء الله. ان شاء الله هو اللي عندنا من ومشجعين كثر ومتابعين كثر. ف لن اكون مبالغا اذا قلت انه اصبح ينافس الماتشات اللي دائما تبثها القنوات. مالك للماتشات متابعوها ولي مالك يتغدى. الله الناس الكبار تبارك الله أسرة، حتى انه برنامج تبارك الله ملي يشجع الموهبة لدى الشاب في الإبداع، وهذا شيء جميل جدا. ولم ذلك يقبل دائما أمثال ملي حكيم وأمثال ملي ترفع المجتمع. فجزيل الشكر لك الأستاذ الشيخ بها إن شاء الله، ومدى الله في عمرك والمزيد من التقدم والإزدهار إن شاء الله. فهذا العطاء عرفناه منك في هناك في إذاعة موريتانيا، وهذا نحن نعرفه منك على المباشر. شكرا. لياك ما نطول عليكم، نختار نحكي لك نص مديحي والله للدكتور أحمد دولي جريفين، نحييه من المنبر. رغم أني لم ألتقيه يوما إلا أنني كل من يكتب في مديح النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ له وأقرأه، مع أنني لم ألتقيه يوما. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول في المديح: قبل ذلك أشكر مجمع سيتي مول، ممثل في المستمع القديم الشغالي عبد الرحمن اللي عرفناه معنا أيضا. لا شك أن المتابعين يذكرون هذا الاسم، في الذاكرة لا تنساه. الدكتور أحمد الجريفين يقول في مديح النبي صلى الله عليه وسلم: امداح إمام المرسلين ميدان المداح، المداح غير مع رب العالمين قاع، شلاه يقول المداح. امداح الرسول تفصيل، امداحه تبدأ بالتأصيل.
من اسم محمد تحصيل لمداح وكافي من لمداح لاسم الجمل عند الجليل مقرون مع اسمه بالتصراح في الشهادتين وترتيل نداحية على الفلاح والسمتي من فم السلسيل لمداح الملاهي تنزاح قد الجمنجيل ورجيل في التنافس مداح الشاح ما قد يوفيها تطويل البصيري والله تقراح شوقي والله قاعد قنقيل شعار المليون في القباح مداح الرسول بذي الحيل ما توفى محال بدراح ما توفى لقام توصهي للخيل في غزو وسط الصياح عند منين يقوم تولويل هذا طاح وذا شال جراح ولا توفى من قيام الليل اللي معدل في قدامه تفلاح ولا توفى معجزات سيل ولا توفى من قيام الليل اللي معدل في قدامه تفلاح ولا توفى ولا توفى من قيام الليل اللي معدل في قدامه تفلاح أما معجزات التنزيل ما توفى محارب دراح وصعد وتخطى عن جبريل في المعراج ورجع في صباح ليلة مسراه وشاف دليل وفي مدح نعطيك اقتراح بالكمال الخاطم نشيل مولي الملك مدحل وارتاح صلى الله عليه التبجيل هو مولى فيه التمراح والإسلام اللي جي به قبيل هو للدارين الصلاح ترك مدهك واضح وحليل يطيح اللي عنه مطاح وفي يوم المحشر فترة وكيل الناس منين لتشحاح الأحوال ولا يرى السبيل ومولى فم المفتاح وزكاه الله وذاك طويل بطول القايل يضاح مداح إمام المرسلين ميدان المداح المداح غير مع رب العالمين قاع شلاه يقول مداح اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد توف الوقت نعرف على انه مزنا اختير استفادوا الطيب الجايين انا سانصرف وجائزتي شكرا لك شكرا لهيت صرفت وشغالي ايضا شكرا لهيت تسمحونا شكرا ونظرا لضيق الوقت ونرحبوا بكم بعد مرحبا بكم مبروك شكرا بما اني اتصلت شيخ باين اختير شوي بيتين في متحف الرسول والله ما يقدر حد يبالك ما يقدر حد يبالك تفضل الله يحييك شكر خاص لقناة الساحل كما أسلفت بالنيابة عني وبالنيابة عن زملاء أيضا في مجمع سيتي مول وشاكرين بها على قراءته الجميلة لهذه الطلعة. يقول واحد من الشعراء في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه القصيدة والأبيات مهداة مني إلى الفائزين في برنامج للنجباء فقط بالنيابة عن طاقم سيتي مول. يقول الشاعر حل بالقلب حب طه فتاها إنما الفخر كله حب طه حل بالقلب حب طه فتاها إنما الفخر كله حب طه إن من ذاق حبه لم تصده ذات حسن بحليها وحلاها إن أرضا لم تحوي طه لأرض سئم الإنسان ماءها ندا ونداها إلا أن يقول كيف أسلو عن ذكر طه وطه منشأ الكائنات قطب رحاها وهو بدر لليلها وإذا ما وضح الصبح فهو شمس ضحاها. في الأخير أشكرك وأشكر الفائزين تذكرت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أن أهدي هذه الحلقة المتميزة إلى الصديق الشريف الشيخ العابدين وفهم صديق عندي في كهيدي مهم عنده شيخ باي طلعة عندك في المديح النبوي قالها ما هي معتادة بعدين نسيته قاع تقول لها اللحن اللحن خالقة أيوة أحكيها أنا سابق ديك تقول الريم اللي منها بوجات خاطرها عن جملة الأغيات وزينة شمل الزينة اللي زاد وصفي ما يقدر يطرحها عزتها فيها لسداد هي عزتها بنفحها رح ومرجحها مني باش بعاد وانا ما نترك مرجحها ونجيها من بعد الميراد ما نلاقيها نسرحها وقت نراد نهار المنان ملقى منها ومني كان وقصيف تليتانا عجلان نرطلها ونكسحها ونجيها بكلام البيضان وهي ذاك ضريف قحها سكي حتى قالت لي يا خيار القمان طريقي نبغي ننصحها قلت لها بشكال الحيوان والمال ندور نطمعها قالت لي خلينا مشان اخبار الدنيا ودحها قلت لها ما فيك الشيطان بي انا عزت نجرحها قالت لي مكرم الديان في عزت قاع املحها وفلحها سيد لا بهتان عدنان املحها وفلحها ودرجها وامتنها جدران وكرمها واكبر واسمحها قلت لا تحتاج البرهان اغلوها حسب وافصحها وانصرها وزين الشنبان وكبرها معنى وشجعها قالت لي واكمر زاد ايمان ولداد مكر رجعها وزادها بالدنيا لو كان عينه في الدنيا يجمعها ما كلفته غير سبحان نفسه عنها فاتقنا حدين وهو باش لديان والرسل هو مجمعها ومجرس له هو كان ومزال تمرها وبلحها وهو زاد بحرها الندان وصدرها حق ومرتاحها معجزاته ما قط السان وفاها قمي وكحها قلت لها ترخي لي اعنام في المدح انا قاعد امدحك انا كنت واطي تحسان والله كعب اسكي مربحها بين دور نار الغفران انا واحبابي والصحه هو متحفات القران واخلاق الله رفعها عليه صلى الله عليه وسلم بالمناسبه الشيخ باير انا بقيه الجوائز
بالنيابة عن سيتي مول مخليك أنت تتقدمهم بالنيابة عنا نظرا لضيق الوقت والوقت كما يقال كالسيف لم تقطعه قطعك. أهلهم قاعد هم قدام لا له تمكنهم منهم إن شاء الله يتمكنهم منهم إن شاء الله. الله يحييك. إذا نقبل فاصل إن شاء الله ونرجع لبيوتنا إن شاء الله. هاشمي ودينه من لم يودع غيره فمودع طلعت نجوم السعد عند طلوعه وبه نجوم السعد قدما تطلع عظمى شفاعته لنا وبجاهه نلنا الشفاعة في الأنام فنشفع بشرى لنا إن النبي شفيعنا يلفى له جاه أعز وأوسع جاه أعز وأوسع ما من فتى بر تذكر أحمد أحمدا إلا على خديه سالت أدمعه إني به متوسل مستشفع ما خاب من بالمصطفى يستشفع صلى عليك الله ما ندب حكى إني بخير الخلق أحمد مولع. إذا مشاهدي الأعزاء ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد ونحيي مجمع سيتي مول ونحيي الفائزين ونحيي أيضا الضيفين اللي معايا ضيفين كبار وكلهم لا يعرفكم براسنا بدءوا من اليمين يحيى ولد مبابة يحيى ولد مبابة أنا محمد يحيى ولد محمد مجدد من لقب يحيى ولد مبابة مرحبا محمد يحيى ولد مبابة معروف إعلاميا الحمد لله وشاب من الشباب اللي مبدعين اللي معروفين تحولوا شور الأديب والمبدع الآخر محمد لمين الجديد محمد لمين الجديد مرحبا بك وسهلا مرحبا بك أديب معروف وشهير مرحبا بك مرحبا بكم وسهلا مرحبا بكم انا ومرحبا بكم الساحل ومرحبا بكم مجمع سيتي مول ومرحبين بكم المشاهدين عفوا خلعتني قاعد نتمرحي ما تعرفوا بيا حتى والله نعرف بك انا قاعد نتمرحي بتمرحي ومرحب بكم ومرحب بكم خلاص اللي بده معاكم محمد يحيى والله تفضل شو محصل لنا شحال هذا اول شيء نشكركم زاد احنا على الاستضافه نشكركم بعد لا مره واحده احنا نجملكم في الشكر عن الشاكيكم على الاستضافه بهذا الشهر وين لقاش واحد ها ولا انت رانا شاكين شيخ بالي احنا تقدم على استضافتنا ومن قاعدين بونيس قناه الساحل وعن الشاكين سمر خطا اللي عطاتهم جائزه رامي شكره اللي تلاقينا معاهم كاردين علاوي دراري عم ماشي حسب يقول شي في جائزه ما عرفنا وش اسمه شاكين قناه الساحل الاستضافه وشاكين كنت انا تعرف كي تعرف كنت مقاطع الاعلام بي اللي كنت مريض والله الله يلاك نار ولينا لحيت علينا في اللح وعاد والله الله الله كثير مني بعض لحيت علي وعاد معايا ضيف كبير كيف محمد الامين الجديد مثل ياسر من الابداع مثل ياسر من الشيء اللي انا عبر عنه ما يعني يوفي البرنامج اصريت عنكم تعودوا اصريت عن العوده في حلقه
عجبت لك غير ملي كريت لين طب المشاهدين عنهم كاملين يطلبوا لي مولانا الشفاء نبر ان شاء الله. وشاكرك مرتين شاكرك على استضافتي وشاكرك على انك تستضافني معاه شخصيا الله ان شاء الله. يبي يعزم يبيد لي محمد اليميني مثل ياس مشي على باطمه ويطراوي له مجامله. تاي نبدو مديح رسول الله عليه الصلاه والسلام نتيجه شهر رمضان نتيجه عن الشكام من النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت طلع قلت محمد مولانا علاها على شبع الرسل والساه درج منهم أكبر معناه وبالأخلاق الزينة ودوا وكافيين رسول الله رسول الله الله وحده صلى الله عليه وسلم. نزيدكم والله نرجع شهر الضيف محمد الأمين. مرحبا بك راني أنا زاد بدوري شاكرك وشاكر قناة الساحل أنا شاكرك نجابة عن هذا كامل أنا قناة خلطتين الجائزة وكتم نذكرهم كانوا عندنا تمينات عذر نحن يوك ما يمر قولي لهم يوك لا بد أن يتموا في الأخبار وأولي هنا بدأ زدانا بطلع مديح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طلع مريمي إذا تقول مقاع في الحق شكلي يا رسول شكرك له هو ومع كل بكل مرسول من مول الغوة للناس رحمة تهتاد بمجي كانت لحادة جهاله إذا تتمادى وتعيش ظلمة وكوة بمرار عيشة وانكادة والناس للناس عدوة صح بالناس هو مفسادة ما بين ذل عنده قوة وضعي ظلام السادة والإنساب فيهم لبوة بتخول دون العقادة والحالة رعي ذاك هو بمشي كرات للاد يرسول عن ذاك وسوى بالدين عاد وحادة لله والجهل دوة بالدين لك استفادة للناس ينبينا ضوة بالدين نورك يتقادة من رات سرطات حلوة بالدين يحتاج شادة في الناس وفرضت الخوة بالدين جبت السعادة للناس لبوة عادة متفاصلة والبنوة والناس عادة من قادر الدين واختو المروة مقاع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. خلط لي محمد بمني أحمد الحين أرجع له والله قاعد يتمغط فيه صباعي تقول ما نبغى نغيط الصباع بس هذا قلم يا وزين محمد مين يعود كيس معك ما قال لك شو كيف دعم نغيط الصباع قاعد يتمغط فيه الصباع قلت هذا كان عنك ما كان هو ما أقدر تم تمغط الصباع فوق الجديد وترجع عمو اللي تمغط فيه أنا الصباع ما يزين لك أنتوا بعد لا الصباع لا ما بغط فيك مرة ترى بعد مغطش يقول رسول الله منين البان فرق بين الكفر والإيمان بالإيمان والإحسان قران وبش عليك عليه الصلاة والسلام رسول الله منين البان فرق بين الكفر والإيمان بالإيمان والإحسان قران وبش عليك واضح مكروه الكفر بقى كيف المكان وحلل اللي كامل موجود وحلل اللي كامل مكان جابر للحرية مقصود يا ذمة مولك في زمان الحرية كانت مفقود بنش صحيح يبان والشان ما ينظار وبيها مشهود حلال المرأة ما يبوت تاني المرأة كانت زي قيود هو مدحفات الخلاق المدح الزين اللي مرفود متمم مكان من الأخلاق ولا يحتاج إلى ذاك شهود الله يبعد نذكر المشاهدين بعد مثلنا ليه تقدر ندوره هو الماء هو قد ذكريك لا تسف معه دقيقة غير تون دور ليك الماء هو قد ذكريك حد يديرها لنا في قاف من لفتيت الناقص بهذه الدور معروف إن هي الشارة اللي عقاب المثل نرجع الشهر وأنا بعد الليلة لهي مبتذل ولهي سكت فمي خي بعد دام بي لا تقول تقول يا خي لا ديك الصحة حق راهي فقدني يا حي طلع في متن صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله ما يليك اللي عند البلاد طلع ثاني يقول يا الناس كيفاش سيد الوجود تجمع عليها اللاك ميش ما بين النصارى واليهود وكليباتهم الترتيشة بياعة الدين هو والعهود مهم عندها لا الطرنيشة وتسبوا راع ذاك الاركيكود هذه هي حق التريشة ينسبوا لمقام محمود ومولى الشفاعة ولا تهيشمت وتمتحم عن محدود مدح بر اللا بخيشة بحرمة هو التمرقود هذه قصة عادة النبيش الله يمسين عليه ودر الصلاة والسلام. نرجع لك أنت محمد يحيى. محمد يحيى من دراك أنت محمد لمين قطعت والله ما قطعت محمد مين ما قاطع أنا قاعد دائما هاجد بارك بارك أبوي خايم منه حد قاطعكم الليلة حد قاطعنا ديري عود قاطعنا ما عندك عود توعدل بين لك طاعرة أنا قاعد خايم ما قاعد عودهم قاطع أنا قاعد ما هذيك هذيك فرش منها أي وزير ما قاعد نقاطعكم نرجع لك ونشوف معاك إيش لا يزيدنا به والله إذا قلت التوسل يعني شهر مبارك عظيم قلت يلي كرمك حايط بيه ومقوت بيه في داخلية لا نجبرش فيه هذي مريض ومغداش وضعيف وهمي واقف بين يدي يهمي تعرف فيه تخدريف وانت قاع خبر فيه الحي الخبير اللطيف الله بعد الحل أنا بعد الله ندخل بينكم والله ولو فالي نعود اللي تدخل بين أخوتي الضايق وعليه والله ولا نحكي طلعة ما فعلنا ما تحرصوا
كان كسلتي الدمعة بيك تحاش ترابك وهاليك وحركة ريح تشواش عليك ورقة منوت تشباش وطاح ومليتي وديان في عينيك بالدمع وسالوا بيك بطاح العينين بقاوة ذلك في الخد وبيك ظهرت جراح دارك كان وبان اللي كان دارك من حزم ونغيوان للمحبوب وظن الشيطان أنك لتعتيل وفسراح غالب لقاع في ذاك زمان ما ذاك اللي بيك ابدأ واحمان الله من ذاك القبشان محبوبي ذاك إياك وضاح ومحبوبي من فضل المنان يغذي القلوب والأرواح وهذري اشتحاني قاعت ليت الدمع سبايت في التبطيت وقضي ذاك اللي قط بكيت مشي ما فيه صلاح راح لآخرته والدنيا فغنيت ما فيه له الدمع صلاح وإلا في التبكيت وهذريت لوح العين في رقبة المراح حي على الفلاح بقيت لبي حي على الفلاح ومد أحيانا سيد السادات محمد محمود الصفات محمد أمور المعجزات اللي بمجيه الحق وضاحي بست الميه أصرط فات النار وطاح 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 بمجي محمد وتولات ليات وعمر كون فراح بمجي محمد وتفزات الأصنام واللوثان ارتاح ودندن رعد الخير وسنتات عمان الخير الشر نزاح من توه من رات اللي رات لاح لهم الأنوار اللاح وصح الحليم الشيف الفات ما يقدر كان ولا صاح وقريش معاه منين تلات تتناصى وتروغ التزداح هزمها وكسرها وهنات وعرفت عن ذا كفر الرياح وعرفت كيلة باش اكتنجات الشركاش وباش الدلاح وطاح الكفر وطاح وديات الكهان وطاح والأشباح اسرق وسره جبريل معاه وظهر ذيك الليلة معناه وصدح حامد لله مسراه مال اللي عند الصباح وراح وقام الكفار وراح قال لهم عنهم رياح وظهر لأبو بكر المزاه دخلي ولذاك القاهر ارتاح وجيش الكفار من يلقاه خسر في يده ذاك التشباح راح من صناديد وخلاه والحق نبينا باتضاح شاك السلاح منين راه يمشي شاكي وبلا سلاح ولمنه صدق به وجاه صفاله دخليه استراح وانا جيتك يمور الجاه نبغيت الخبر لصلاح وخبري كان قال اخاه لاهي قال معنى تضاح ماني صالح والله مجذوب نسلك من قدر من معيوب ولاني مولى في الفات كتوب ولاني مولى في الفات الواح ولا طالع تلا الله توب اللي فات كتوب الشراح ولا نفصل مكروه ومندوب ولا محرم قاع ومباح والفرق لا حد مجوب معناها بالفات الا صاح ولا جيت من ذنوبي دوب لتزاد الماكن بالتصراح عصري فايت جيت الغروب راح الليل عليا ما راح ومع هذا عندي مجلوب يشفع لي الله من امداح محمد مصباح القلوب وفجاه الصلاه المصباح لا نلتاح المرجع معطوب ما نبغي فيها نلتاح واغفر لي من سابق ما مت انا واحبابي يلا بالتعميم وذاك كامل نتمناه ونراوه من نجاح صدي زاد عليه وثبت ما دامت يا الحي الفتاح حي على الفلاح تتلبها حي على الفلاح شكرا لك حي على الصلاه ولا اخبارك ولادك هاي طلعه زينه الله الله زينه عندي في سيدات الليل صنعت زينه وفيها محسنات له من كيف الرياح زينه اللي كتاب الشاشه زينة حتى الدموم دولي زينة حتى كلام الناس اللي تسلم عن رباتي طلعة زينة زينة حتى الله تبعت تبعت جاب النقبي الدحميس الله اللي زينة الله اللي زينة صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كانك سمتي عن القطع زميلي الأديب والناقد راني بحيي الأديب الأستاذ بكين اللي مبروك حيو اللي عاد ناقد وأضاف قاع أضاف تميز خاص ببرنامج سباق القوافي راني من هذا المنبر بحيي سباق القوافي بحيي كل لجنة النقاد بحيي مولي المقدم اللي معاهم اللي هو برنامج متميز كان فيه وعاد ناقد فيه عاد في اللجنة النقدية يستحق يستاهل والله بكين إنسان مبروك معروف إنسان مميز معروف وزميلي وراني شايد به ياكو حالتنا حالتنا كامل قط خارج ليه قط كنا باطل في بلد كان معايا كان متعشي معايا الحمد لله ياك مزد ما هو كيف سام تقول قط كنا باطل في بلد وكان معايا هو كان معايا كذلك كمان ناقد كبير شيف الشيف السيد أنا نبغي محيي كذلك حيو شريف حيو شباب مبدعين كان معايا لديف مولي كذلك والأخ الزميل حيي يعني مولي نونو حياه الله والله كانت معنا جماعه وشينا جماعه كنا جماعه شينا ليت تو بدا تقول الجماعه كامله اللي اهل الساحه الله يدير الساحه ودي متميزه المهم عندنا منين فتلين باطل مشينا لسدي حياني رقاف قال لغنا فضل الليل القادس وقد اللي بهذا جابر بقين وبيه زاد وجابر يحيى من باب قلت بقين مغني في الجانة عند القطاع عصر ميابة وبدعو به الهانة وانا كافي عني باب كيف قال بقين في القطاع اسمه ما حق عندك قال في القطاع قال في القطاع اسمه ما نقال نختير مع ول مبابه نتخرغ الشابه ومع زاد حياني ندخل الشابه انا بغيت هذا قلت له لا تت يابس شوي قلت له تختير ايش عاد فيها خير معانا تتخرغ الشابه وانا ملاك الدين اختاري لا رايت نيابه
قال لي تطرح للخطار بالتاكيد جات تعداد هو تعدت ترى قال لي تطرح للخطار بالتاكيد مال الذي والمبابي وما طابع السم نتحيد عن مال الذي وما طابع حتى زاد انت بالتحديد في الموزون بلا غرابه عندك فيه اللي بيه تشيد من العتمه والسلام الله يسلمك في مقطعات اخرى مع الزميل الشيخ انا قال لك انت شوف الناس من يقول الزميل الشيخ بيه ايش كان الشيخ بيه الاول والله ياسم الغلو ومول لا حضرت من الروايه عني في المديحه من اخبار المديحه انا شيخ انا يعرف قاعد الغزل قالوا فادي وفاء تبارك الله المديحه روية تقلم مني ما شاء الله انا اخبر اخبرت في المديحه هاي يعني اخبر المديحه لكن تقول من الاخر مو حق عندك لو تفسير احمد بن ثم الطاع والله ثم الشيخ لا 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 انا ما انقطع انت كيف انا؟ انا ما انقطع اذا عندك بعد شبه بالطاعه انا ما انقطع على ذكر التوسل خالق صاحب عندي قال طلعت تقول يا ربي عبدك لاند من جسمه ما فيها تحتاجها تزمن الأعوام وكل سنة تنصل وتخلي عاجها يا ليل الله سكن زين وقال لي أنطلعه وقلت له عاد يقول يا ربي عبدك لاند من جسمه ما فيها تحتاجها تزمن الأعوام وكل سنة تنصل وتخلي عاجها واجعلني الاله بر بالوالدين ومنتصر اصطنع من البيضاء ونعود بحالة نشكر بيها مدري مين ارفع القلعة مراسل ارفع القلعة مراسل يا ربي عبدك لاند من جسمه ما فيها تحتاجها تزمن الاعوام وكل سنة تنصل وتخلي عاجها واجعلني الاله بر بالوالدين ومنتصر ونعود بحالة نشكر هذه الدنيا لجاجها فيدي واعطيني من الصبر قد الناس تجلاجها والرفعة زادت تنكر ربي سكن لي تاج فوق الراس ولا نندفر لعدو قاعد في عجاجها رواحي سابقي ننقبر يا ربي قبل اخراجها ذنوبي كلها تنقبر وقدر اتيت تحاجها من عليها لا تنشفر بالفردوس المتواجهه يا ربي ما يقع هم سوا طلعت غير بعد اللب لا يغيرنش من الترك هذا اصحاب اللي تقيسر خارج ياسر قاع من اللي يرجع يدي ما قلت انا غيرتك تبيك ما قلت قصر خارج تبغى يلي لابدر يبدا الشغل السياحي اللي عدت فيه الحمد لله مثل ما اللي نقولوا قطاع وان شاء الله ونطرح الناس ترى الناس حقيقة ترى الناس حقيقة زر الدشرة السياحية يعني واحد من زر الدشرة الإلهي وين نطرح وين تود وصيت ما الدشرة يلا تود وين وصيت يا حيها سامي تبدأ حارس وفايت الأخبار أنا ما تود من الدشرة والحمد لله روعة ما تود من الدشرة قلت اللي في الكرم بلا مثيل وعلى ذا الخلق لا تهيل وكرمك مولود في كل حين نحن ذو به غنينا الخلق يبان لله الحين شور الخارج يجينا وجعل الارض لا تسيل بالبركه وتغنينا وحين الاله قاد على حاله ثمينا ولما تمنى الله زاد شفع فينا نبينا اللهم صل وسلم شنو نقول قاع؟ الولايه لا تغنى بها شنو نقول؟ له نقول لك لا طلع اخر ما تحصلته والله المزة متحن بينا بيه والدرجة وياه مبز ومنادم لما متحن بيه بغناه غناه بلا مز قطع وجه رسول بحق المعبود مجي محمد الوجود مار الأخلاق الناس شهود مهزة والناس مهزة والعزة ما راح والجود مهزوز ومهزوزة والزعامة قبلوا بالحد تكود الحد مهزوزة مزلزلة والفاجر راي سود وسود وظالم بخز والضعيف وضعف مكرود والمرأة محبورة ممز شخلك عند مجيه المحمود عاد الخير مساطر نزة عاد الخير مساطر نزة وتمعلم به الخير العود وجات الرحمة دزة دزة وعمت الأخلاق ذا حدود كيف الجود وكيف العزة وعاد الضعيف جيش وقود المرء عادت فعل حزة والزعامة عادت بالدين والحق لا بين الاثنين وتمعلم في الناس قاقين بالله وقامت من قزة قالت يزل الشياطين والأصنامهم قالت يزل وفزوا ضد الكفر ويلين ملحوق عليك الفزة وأدنى مدروجين وفنين لا قلنا للقار وغزة مزة متحن بينا بيه والدرجة وياه ملزة ومنادنا ما متحن بيه بغناه غناه بلا مزة ولا تسمع وشوي نشرك معانا مشاهد باش ما يقولنا الليلة والله مشاهد السلام عليكم أحمدنا أحمدنا تفضل محمد ولا أحمد بابا تفضل مرحبا بك سهلا حياك الله حيا ضيوفك معك لنا ضيوف عمالقة ما شاء الله لكن أعرفه الله جديد الشاي لباس ليك مرحبا بك وسلام ما شاء الله حياك الله ان شاء الله هذا الحلقه ليله زينه الله يجازيك الله يجازيك ايوه مقصود لها الله يجازيك زين عندي راه بركه يا الحمد لله محمد نورين الساحه محمد نعم التشويش بعد ما عرفت من جدة اصبح حق عادي يا كرامي ايوه هذاك اللي حاله لا
والله نرحب بك. والله لا بعد مديح مديح قوم الناس من جد قوم نفرطنا بينا بين علينا نساء حد بينا سايفينا محمد قاسم ذاك دانا غصني غر موشان معصوم وطاع الله مان معصوم قبل نشينا ومشينا نحن خير كان من علينا عرضينا فيه ولكنا فرحان قبل اللي لا طفبينا حد في الكون بلاحنا بلا حد سيدينا يعني سيدانا دين هان لمرو فصل لي دين شرع دين اللي دين دان ذاك عود مساوينا في القدر عنا باش ما نخلي حد نزرينا قوموا الناس من الجد قوموا نخلق لدينا دين عمينا لساء حد من دين سائزينا لبيك 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 راني بعد نحيي حتى الشيخ داي وهاي الصراحة البرنامج اللي برنامج شباك برنامج في رمضان شكرا لك حياك الله ناحية ناحية اللي يضرب بها التراب الأدبي المسابقة كانت فكرة جميلة جدا والشرط المطروح لما دي من الشروط اللي يابا ينقصر المسابقات ويابا عود هما الاهتمام كامل يابا عود مصوب صوب باتجاه رافع مستوى التراث اللي هو ونفض الغبار عني ولا شك ان الضيوف اللي معاك من ان شاء الله خير الشباب اللي قد يساهموا في هذا الموضوع ودائما بنطول عليهم وياك ما نوكل وقتهم إذا نرجعكم أنتم نرجعكم ونرجع لك محمد يحيى تختلف احكي لك قطع ولا تختلف احكي لك قطع لا احكي لي ذاك المونك محمد يحيى خذ من الشيخ باي هذا قطعت ساكت تفرق زين لي جات الموج لي جات الموج بارك انا والله كفيه قاع وقع على تفرق زين رجع على العرش فوق ايوه عاد ساكت تفرق زين تعرف حتى على كامل الزمن نحن عاد ساكت تفرق زين تعال يا طارق ياسم تميز عاد طارق تميز من السعوديين طشت بارك عادي قال لي لا الى ان بارك لا 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 تميت باطني مرة لاحتوا فينا ظروف جهنة الحمد لله استاذة وزارة استاذة البريد قلت عد بيك ديب وعجيب ساكن هون عليكم عينة اليوم تبالوا إذا غريب ساكن عدت تفرغ زينة قال لي تفرغ زينة ما يتشنع مبروك يا خي علينا وعليكم بارك الاتساع هون الشتو هون كنتينا قال الشيخ باوي اسمي الاتساع قلت تسمي البرود الاتساع اتساع تعدلون لا تعطي لي المقعيدة اللي علينا ضابطك ذي المخرج انا درت هذا المقال عليا قلت له تسمي البنود والاتساع داير كان تخزي بينا وانت الاتساع الشاع عندك احتاج البينه يعني متسع لا يجعل فيش بالبينه والقرينه وديبنا لك مولا طيش تشد بها كل مدينه قلت له ساحر جاب العت المذلول عليه وبيهم داغينه والدهر لا تدارك له احنا باللي جاء راضيين زين حتى هذا القاف القطاع بدون القاف يا احكي انا ما نعاود رقاف لا يقولوا لك زي ما رقاف هو الصحني عن تأتت قد تحكي بعضا أنا ما نحكي بيدي أنا ما حكيت السابق رمضان هو ما قال لك تحكي هو قال لك نبقى من رقاف وشو والله راو الشيخ باي راو يحلو ودنبا مش حد قاف انت قطاع مع الشيخ باي قال بعد سوي لي مش حد تريح هو الحمد لله ما يحفظ الحمد لله ما يحفظ ولا عاد يحفظ ما يقدر يحكي في رمضان لا بأبي أنت وأمي يا رسول لا فيها خمي نهديك بروح بدمي بأبي أنت وأمي يا رسول لا فيها خمي نفديك بروحي وبدمي ومالي ولساني لاقي بها خلاقي ما همي ما هو نفديك وترواقي ما هو عن ذاك الحق جمي بدعي في جوابي للشاقي فأخبار أخلاقك وبهمي قد القايل عن خلاقي أصلا بعدك لي تتنين مكارم من الأخلاق زين نص زين حمد يحيى تفضل نقدنا قبو نص آخر يعود سعدينا في النسيب والله شيخ مرحبا شيخ ما تقول ما تقول طلع طلع نقولها كيف ما تقول طلع بدل من نص نص هذا اللي لك صلى لا ممكن لك نص وحكي لي نص لك لا ممكن تخلطي أنا في المجال ما ما هو توحدك للناس كاملة كامل واحدة لا يقول لك لي نحكي لك نص والله حكينا إذا نعتبروه توه عنه خطأ شاعر أنا بعد نبغيه لا يتم لقنا سوه حد يقول له طلعته يا وزين ليلى والله أنت أحكي لك قاهر يقول لي حكي لي بيت أي ما نبغى نقول هذا لا شو السلام عليكم هذا لك حكي لي بيت سلم من القضية اللي قال لك الراجل قال لك سيف المدير قاعد يا رب سلم من تابع أو تريك نحكي لك أنا لما يجينا مثل الراس تعيدين المدير قلت لك أيوة ما تعرفين
ايوه بسم الله. عندك مشكله؟ تفضل يا عيال تفضل. مارت عند الدهر بالمال لحد ما لقيت في التراب النسيب. والله بعد ما فيش تراب ونسيب. ها تراب ونسيب رنقا حد البوط تراب ما تخسر تراب اقري اللي تكتب لا حد البوط ما كلاش. مارت عند الدهر بالمال لحد اللي تعرف في زمان تجيه وعندك ما يشياني بالي حاكم بمسيلة ما تلاك لحد اللي كان وخبار عادة ثقيلة طالو حالي بان جديد مسوي عاد بعيد عيد الدهر اللي منه بزيد الدهر ندوره خاي وتسيلة الدهر تعرف بيت شي وهو حاتيك حيلة مسيلة فقلت نبقاف قد قلتوه المديح النبوي نتحن بينا زين وفضيل نتحن بينا زين ومنين وسيلة زاد وفضيلة والليلة هي بالمين عادة مسيلة مسيلة زين زين طلعت فيها طلعت البناه ما نحكيك يا وزين خرصنا ما انا قايلين لك نص قايلين لك طلعه ولا قاف والله بيتي توجيه بدت يقولوا له توجيه الواقع هي خي لا تصحب في الدنيا حد شيء دينه ان شاء الله لا تصحب في الدنيا حد شين دين ولا وزين لك شي شين بان شين وخليه ولا وزين لك بان زين لا تصحب في الدنيا حد شين دين ولا وزين لك شي شين بان شين وخليه ولا وشين لك بان زين ووسيه الاخلاق فلاك رايه الفراشه والدار عندك عون عين والناس على العون مترايه ولا تطيح من عينك حد بيك دين وتفقد الموت الموت جاي خالق بت قد قال انه مهجور والله ما انا ذاك ما قد سمعت فيش غير ان اعتبره توه بت مهجور شنو قالوا؟ دائما مجموعه حزب الجراد قلت فيه لا تدير العوده كون شور المولو ذاك خالف دوله جاك بيها شرع ويك مات وجوله ونفع ما هو نفعه لا تدور وجر عود كارد نجعو لا تفارش مكر ولا تفارق طمع لما انا ما قد سمعت فيش غير مريناهن البتوته المسكاني يبدا يدخلهم الحراش تكلمك مدخل له الحراش ماله وقال اول شيء قال لك لا ادي افهم من القضيه بس انا مو شيء خاص الحراش يدخل الشيخ بينه هي القضيه انت هو فحوى هذا الانسان قلت له شفت العيا قلت لي هي انت ما قلت لي انت كيف سالت السؤال يا اخوي قلت لك هي هي هذه الطريقة سؤال ما حزم عليك المداس يا دخل المداس معنا شوفوا زمت شحاك من نمدي سمناش عاد هو عاد المداس يقولوا لي سووني عنه يقولوا لك والله نص يقول لي نص نص طلع غلطان نص وين الأخبار نص دايما منصوص تحريم والله فضل ولي عاد عندك شيء نبغيك تشوف لي تشوف لي نص نص من نصوص اكتبك زين نص فرانك خلاص نص زين طلع طلع زين عندك تون حكي لك لا يصور يشني لا طلع غناك فر زين عندك خلاص يطلع من متو والله الحد وخا والله إذا نحكي لك مرضية هنا تياها ما أنا كان معنا الصحفي القدير شيخ العابدين هذا محمد كان سابق أيوه زين كنت الحكاية بعض اللي ذاك طلع قط قلت محمد محفوظ والله طلعت محفوظ زين راضي فيها قاعد ياسم من الناس زين الناس راضي فيها قاعد رجال المزاد اللي يموت وانا ولا هو انا ذا طيب اطيع عنك وانا بعد ما تموت نضل نشدك ياسم الشهادات تفضل صم تفرق قايس رب رحيم يا اخي العكش لو اللي قد نقول لك لا احنا قايس رب رحيم قلت كل نهار ولبان كل نهار ولبان وزق الموليتان لحد اصلوا عنوان كيف رفينا من قوة مش عدود كان العلم فيه تحور مش بده زمان علمه ما هو مجبور وقل المصطف في المان مش ما هو مكسور وقل مسيد بتمام البدع مش مسور وقل بات في العليام اليوم مش مذكور ويا لطيف القسام اركم يهدو ما معقول ما زين حتى يا لطيف القسام اركم يهدو يا لطيف يا هدي يا رشيد يا هدي يا رشيد خارقة طلعة قط قلتها في مريمي المتحنة صلى الله عليه وسلم وضوط لها قلبا وهنا درت فيها لهم القدع عدت قلتها لازم عاد تقول من درها كانها عاد جناس ولا عادت لا لزوم ما لزوم من درها كانت عدت جناس تام ولا عدت توه لزوم ما لزوم لزوم في القدع القدع الحراش النفس لازم تام تقول لك الكلام فيك وتعظام وبتمام الكلام فيك وتعظام وبتمام ما فيك عظام ويلتام للي بنظامه شكار في الشكر اخباري مدام شكرك يا غرام ونكار لجميل الباري
هي لزوم القطعة خارج قطعة ثانية صم اللي افتيت فيها يقول لا لا أحمد مولانا تم خاف من مولانا أحمد مولانا تم خاف من مولانا لعمة ما شاف الأطرش ما يسمع والزحاف ما هو قوطارة عالان الله ولبكم بدون كاف ما يتكلم يا سبحان الله وراعي لك الانصار هذا مني يا عم مولانا يا لفنين فيك اخطر عنه كامل فيك تقانا تشوف وتسمع وتقوطر تتكلم شتلا لك يا يعني. أحمد مولانا تم خاف من مولانا شتلا بادي من الحمد من الله يسكم زين هذه يبدونها محمد بن وصية معدلها راسك والله وعلى ذكر هذه الوصية الناس عيب توصي زادي وخالك شنو الوصية أنا قد حتى نقلع لك ذلك الوصية اللي عندك محمد يحيى يا أخوي أنا الوصية أنا شوف أنا هو الصغير من الجماعة أنا بعد الشاهد أنا كتبه شوف أنا هو الصغير من الجماعة ونعرف أنا متأكد على رك قروم من تاني ربع حد شيء اللي قاعد حداك يدور يقول عنك أكبر مني أقل شيء بعشرين سنة هذا يعني تقول أنت حق رك ذا شوف هاي برد 15 شفت الناس تعرف عن عادة الناس تركب 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 مستعار لك شيء تعرف أنا تركبت المستعار تركبت وطاح تقول خارج هذيك الوصية استسمحوا فيها ذوك اللي أكبر من الناس منه ذوك اللي أصغر من الناس منه تشوف لا وصية طويلة العمر طول عمرها إن شاء الله طول عمرها إن شاء الله طول كنت قلت لها بعض وتشوف وصية لا كبرت بعد الله تجبرها كان أعطاك الله كبرتي عن قدك هذا يمتي أنا مش أسمحكم بذلك كان أعطاك الله كبرتي عن قدك هذا يمتي وكبرتي عن ذاك وبنتي وشيتي في الخط مهابة وبالأخلاق الزينة شعتي عربي عنك من تنباب أسك مشي في الرم حالي تمي لفظك زين وعالي وبطبعك زين ومثالي بالبشاشة واللبابة تمي للخلق الدجالي وفعالك زين من السابة والعين اللي قال الجلال لا تسمي حد الحد بحال ما زال اللي قلتي قاله بلك عود مرحابة أسك من الحرام والحلال ما غيره ما يتقابل تم الصوم إلى اثنين قرانم على الخميس في كل زمان وصلي من جوف الليل وانا بلك عودنا التابة وسعاي في الانفاق والإحسان وعاي الحق القرار سكي أحسنت أزين حتى نصيحة الله إلا زين أزين حتى عندك نصيحة زينك والله عندي بير ما بير صغيرتي قادرين الحياة اللا عجوبة وفطن زاد بلا عقوبة الحياة اللا عجوبة وفطن زاد بلا عقوبة ما ترى فيها عيوبة يا نصرتك فيك وقبولك من جاع توبة قبل الموت فيك وتفقد ذلفات مطعم لنبك وعليك ما ترقى لك تقدم عم خوف المليس اسكن حتى الله ما نعطيك نمواجه عليك قالك قطعت خمت في أحوال الدنيا هذه قلت ماذا من حد اليوم ذات ماذا من حد اليوم ذات مشى واخبار وهون جات جمع الدنيا حق بات ليل ونهار وضاني وبعد اليوم إلى أن سمعت عاد عليها براني وماذا من حد اليوم زاد فوت عمره فتعاني رعيه اليوم وحق زاد رعيه اليوم وحق عاد متمونك زاد وبالي يا حيب الداع وفيها خير والجديد والجديد بدع السديد أعطينا يا مولانا خير يا حيب زاد والجديد الراجل لا يقطع عليها دا بلك تقول الجديد أنا سمعت لا لا علمي تتخطى أنا تتخطى معلوني عقل ما تيفاض لا تلقى في قبل نقول لك أنا يا حي بداع وفيها خير والجديد بدء السديد الجديد بدء السديد أعطينا يوم ولا أنا خير يا حي زاد الجديد دارا نتا إن شاء الله يفرد الله يعطينا خيركم إن شاء الله خارج منا فيها تلي نص وذي القابل كان ذا الطلعة والقاب والرغم ذش هون القاب دخلت على الرغم فيها شخص يكور وفيها أنا قاعد ذا تبارك الله شوف ياسر من النقاشات إيش أنت شنو هو موقفك منه شنو هو أنا والله إذا عندي في عدة مواقف اللي هي اللي صار ومتكلم عنها الديوان عندي كاتب عنها الديوان عندي شفت شخص يكور ما اسمه قاع لا يموت إلا إذا غنى بصيرة أسويش ما عنده علاقة قاعدة ما عنده أي عين على التسمية نفس الشخص يكور ما عنده قاع علاقة بالغنى زين الثانية ما ثلاثة هم قاع ولا أساس زين 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 زين
راجعين القاموس العصري ما سنو قاموس العصر اليوم انا عنه قدن دار القاموس اللي قلت لك ان التسميه بعد قاع لا تموت الى دغنا بصيره شويه شيء رجاش قابو تافلويت والله بيت معدل والله هامون يعدل ويسميه بالاسم اسم كلام نصارى هذا ما 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 عنده ما عنده علاقه هذا من حيث التسميه ومن حيث المضمون انت ما جد تسب واحد انت تقبل 6 فلوات 4 فلوات والله 5 فلوات والتافلويت الساتت تقبلها من راس طلعت واحد ثاني ما عنده قيم لان المره له تجديد ما في علاقه شويه ما هو ينصر التفلوات ينصرهم على التفلويت الاخرى تنصيرات لا هو منصر غير منصر قولها لك منصر ايه يغلق التنصيره ما تعيط لا ما هو شيء مستنبطه هو لا ما هو شيء مستنبطه هو قديم هو في قوه في قدر العتمه ولا زين حتى ولا ولا تضمينته ما يزيد احد الا تضمين لانك انت كامل ليه ضحوه كامل لقصدك اللي تروق به واللي تدور به كامل الذي في التفلويت الاولى من طلعت ذاك الراشد الاول ترجع قيس انت قاعد قوم تطلع قاعد راسك خلي عنك طلعت الراشد الاول الثاني لما يجيك هذه قضيه ابو اسمه قاعد نصفي في ذاك المجال هذا ما يلاحظ هذه التبريعه اللي ترواق يقولون الترواق هي مرأة وقبوت قالت تبريعة هي نفسها فكرها هي وجاب لها تبريعة وقبوت معاني زينة والتبراع هو وعر الخالي الله يلوعد به اللي به اللي تافلويت ثنتين تافلويتين فيهم عدة تطلع تقبل انت هاي فكرة في المرأة اللي هي وتنورها تدير منها كلمة إله وتدير منها كلمة إله وتدير شي منها إله وتدير تافلويت بين ذاك وذاك وتعقب عاد وتقول لك عدل من انت ما عدل سب واحد تقبل فكرة في المرأة ونورتها انت المضمون انت مشيت كامل تلو دلال اللي قالتي انت لا عمرت اللي قالتي اذا انه عدل اذا ما قاعد يعدل هو عدل تفكيك هو ما ضمن به هو كان يضمن به لا هي قبضت برايتها هي ويديرها كامله متالبه كيف يعدل في الامثال الحسني تقول مثل حسني ويدير والله مثل عربي اذا اذا رايك انت هو ما عندهم هم اللي رايك هم اللي انا اتكلم عن رايي انا رايك والله الله رايك شوف رايك هو حالك هي تجبر تسوي لهم قالت التبريع أقبلت أنت فكرتها هي زين حتى وتكلمت لا فكرتها هي تي الفكرة قالت جات سابقك زين زين أنت ما طريت شيء زين حتى فهمت يلا الثاني اللي ما يجيك هم اللي ما يجي تضمين به اللي كان تضمين اللي هي تقبل تبريعة كاملة وتديرها من التالبة اللي تقبل كلمة منها تديرها وتدير كلمة هك وتدير تابل وتدير كلمتين هذا لا نظر تبريعتها هي تعرف هو من راسه صاحب الفكرة لا يعود يعتبر عنه معدل تفكيك اللي تابل لا يعود الحمد لله اسم المعاني ده ما تعرف بيلي بيلي ما يقدر يضمن بهم التالبين التبريعة ما يقدر يضمن بها دائما هذه مسألة الثانية ما يجيك المضمون ملي ما غير فيه سب واحد هو جاب المضمون ذي المرة قال ما طرش الله أنا بالنسبة لي ما طرش سبحان الله هو لا نفس الفكرة اللي جابت المرة وانت قلتها سبحان الله لا أقول لا أقول لي إيش طرفي هي فكرة ذي المرة قالت التبريعة لذلك يدعوه هو عدل فيها بس ما عدل فيها بس بس طيب هو كان قصده به لا يجب تبرئة المرأة وانت يجب تبرئة المرأة خلي عنا قاعد تبرئة المرأة وخلي عنا المرأة والله قلت فكرة ثانية يقول انت اذا البراء هذا بعد برائيا زين حتى رأيك زين اذا البرنامج بدون خف ولا هي تشوف النصوص اللي تختموا بهم لا يفوت لا شوف النصوص لا ما نسى شوف سوني السؤال سويت محمد الامين لا يغيرني محمد الامين سوله راني انا مسوله ايه ولي تواصل شنو رايك انت ما هو راي عموم يا صديق جاب انا ولدي شفت شفت ولدي جديد وين واضح شفت ولدي جديد خاطر عني اسمع انا اللي مالي خاطر انت مالك قاعد ما وصلني اللي خاطر عليكم مثل ما انت مالك خاطر سمعت وهو لابد من عدو له شيء خاص عدو له خريجه يا والله يا والله وني تعود تبغي بعد مودي خلي يحيى عنده شيء يقول خلي يقول تفضل زين هذا لين يقول لين قص ولا عدلك التخريج لين قص ولا كبير طلع جواب ليه يكمل في الطلعة هاي الطلعة قيلها راجل قال محمد يا حودي يا رحمة الله علينا وعليه قيلها له هذا كذا 50 سنة يعني علنا نحن بعد هذا الشباب كم اللي في الساحة الحمد لله بعد زازنا العار ما لحق وصلت له توه جواب فينا قال الساحل عنه كان طيت صعيت في المجيل وفنيت بغي وجلشت وريت بغي شفيه غيو العباد وعت الله لجيت الساحة يسوى قاعي سبقت في حي من هلبه من كيف الرافض عن حيه
من كيف الرافد عن حي ناس تغشمين تقول الله بعد اللي زارت زارت علي على شحتنا زين ايوه ليش تقول فيه يعني هذا محمد يحيى هذا كم سنة هذا محمد يحيى الجيه رحمة الله عليه يقول له تضم إيه وين أقولكم مثلا محمد يحيى الجيه يا إن شاء الله يقول له تضم إيه معنى عنه هي معنى عن الفكرة زد هو قلت لك أنا خلي تضمين قاعد توه ده أهم شيء جديد تضمين خالد أصلا إذا أذن لي ختمه شوف النص اللي تختار تختم به والله الفكرة اللي تبغى توصل للمشاهد لكن لا يختم به توه طالع أنا نص ساحبين هم كنا أتلا عندك قصيدة ما أنا الله قصيدة يعني رعاك مضيق الأخلاق ورعاك تعود الأخلاق لا اللي جاك مشي عقر هذاك مذاك نبت ورع متات تنجبر واصبر شي حر خليك فرخاك ذاك اللي حر هو اللي ينصبر لا تشكر حد عود عفاك تستاهل الشكر فيه دبر رعاك معيب الناس حشاك انت عن عيبك ما تعبر وفاك من ذاك الحالي خي وهاجر الذنب بالموت خبر بالشيب وتقول الله الحي ما انك عارف يوم ماش تنقبر على كل حال ما عندي شيء لهم نقوله لأن راني نحيي المشاهدين كامل نتمنى لهم رمضان كريم رمضان كريم احنا نحيوك ايش لاهي نخدم نحيوك زين تكون شرحاني ولش تزال يا اخوي لا بدك تقعد لي مال يا اسمع يا اخوي تمروك ما تحمل اذا قالوا قلع الصبعه قالوا خباش قالوا خوف تعورني وقالوا انه مزقنا في الناس كامله على واحد قال له واحد انه شيء معين قال له قال له لا قال له واقعيا حتى قال له ده قال لك ودعا عليك قال له خلاص عندي مش دايق انا هو ما عندي مش نخليه يتخطر جاء واحد من اهل ارض اخرى قال له من بعد عنه ما هو قاعد يسمي ده يخليه عنه جاء واحد في الواحدة وخرنا الجاه جاني احنا هك جاني انا مثلا مش المجدد قالوا شفاء صدرات وقالوا الله احرق بي وما يقدر يقول هاي اذا نفتصل عليهم عودة جديدة والله انا نفتصل عودة جديدة الناس شيء بعد عندي صاحب اللي نبغيه وعاشبي غالبا الشيخ طالب لي عنه ما يجبر مدى ما فاصل يا راي اخوتي هاك ليه تغنت راني انا اطل يحيى اختي يحيى تفضل الله ما يشطني قاف نقوله يا خيار مغني بالتحديد والليلة جابر مدرور والليلة جابر مدرور غير شي في الشيخ ولا ذاك اللي الصلاة يخلق هك وراء الحلقة إن شاء الله دعنا نقول أنا المهم عندي تو نقول لك قاف إذا المشاهدين الأعزاء ما كنتم نشكر باسمكم محمد يحيى بن بابا ومحمد أمين الجديد اللي حضروا معنا هاي الحلقة الليلة جزاهم الله خيرا شاكرهم نيابة عن يانون نيابة عن قناة الساحل نيابة عن مجمع سيتي مات نيابة عن مشاهدين الناس خاوة لا ورطوا في مش لابدين دراعتي أصلاً بتين ونحن اثنين لا تسمي ونحن تصفحك أنا قاعد ماشي بشي ناس عيضروا بينا ماشي أنا كنا حاكم بوش بداخل لا ثالثة لا بقات عليك رأي بقات هون ولا بقات هون مشاهدين الأعزاء نختم معكم هاي الحلقة ورمضان كريم ومثلنا كيف ما تعرفوا ما هو قد ذاك لا تسافر معها دقيق ندور قال ثوجي من ما هو قد ذاك يديرها لنا في قافل البتيت الناقص والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تقبلوا تحيات الشيخ مخرج ومالكسي صاحب الصوت